يعني موقف رجالته قدام بيوتنا. ايوه. انا ممكن اقلبها دم. انت كيف متشور معاه؟ عارف، بس العقل زينة. بس انا هعمل اللي انا عاوزه. روحوا قولوا لسيدكم البطلان لو عايز يقلبها دم هتبقى دم، لكن هو مش عاوز. قولوا له البطلان لا هيدخل ولا هيطلع من بيته لحد ما يموت، وانا هنبه على ناسي كل نفر يبقى في حاله. قولوا له هو كمان يبعد ناسه عن بيوت. قولوا له ايه؟ هو قال لك كده؟ ايوه يا حاج. قال لها مكسور ولا بعنجهيه؟ قال لها مكسور. يبقى كده استوعب الدرس، وانا مش هدوس عليه اكثر من كده. سيبوهم براحتهم، وانا في الليل اخلص الحكايه دي. بس انا ما ادريش من جواه ايه. مش حاجه جواه. ايه يا عوض؟ ما تطمع بقى على تحديته وبس. انا سبق ورحت لوصاهل وناس ودخلت بيته وطلعت، مفيش راجل فتح عينه فيا. وكنت وحدي احلي شجر ليه. تقرين يا حاج. Thank you.